اللهم من أصبح منا وأمسى في عافية وستر وبركة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وارحم ضعفنا وتولى أمرنا يا خير من سئل يا أكرم الأكرمين. أدعوك يا ربي كما دعاك نبيك سليمان عليه السلام، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدعوك يا ربي كما دعاك نبيك يوسف عليه السلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وأدعوك يا ربي كما دعاك نبيك موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأدعوك يا ربي كما دعاك نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، صلاة وسلاما على الشفيع المشفع الذي من أدبه وتواضعه بينه وبين ربه قال: لا يعرف قدري إلا ربي ولا يعرف قدر ربي إلا أنا. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، صاحب الخلق الأسمى والمقام الموهوب، اسمه على باب الجنة مكتوب، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ففي النار مكبوب، أول من تنشق عنه الأرض حيث النجاح أو الرسول، ماء حوضه مورود، خاتم النبوة على كتفيه مضروب، به تتعلق الآمال وإلى مسجده تشد الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج القروب. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. الجمع الطيب الكريم، عدنا مع حضراتكم إلى ساحة القرآن الكريم والعود أحمدي في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها راحلنا الكريم السيد اللواء محمود محمد مصطفى حجاب. اسأل ربي أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، يجعل القرآن هدية له في قبره. اسم جميع أسر وعائلة حجاب بأبو الغيب، وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا، قدمونا بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا لأداء واجب العزاء. هيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم في حضور نقيب قراء محافظة القليوبية، نجل العلام الراحل ابن الشيخ سيد عبد الشافي هلال، انه نقيب قراء محافظة القليوبية، فضيلة القارئ الشيخ وليد سيد عبد الشافي هلال، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل إنما
بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا
بشر مثلكم يوحى
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميعا
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولم عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فاتخذت من دونهم حجابا فاتخذت من دونهم حجاباً
فأرسلنا إليها روحنا تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. خذ الكتاب بقوة. ولما خاطب بنو إسرائيل قال خذوا ما آتيناكم بقوة. ولما خاطب نبي الهدى صلى الله عليه وسلم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ وليد سيد عبد الشافي هلال نقيب قراء محافظة القليوبية في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها راحلنا الكريم السيد اللواء محمود محمد مصطفى حجاب. اسأل ربي ان يطيب تراه وان يجعل القرآن هدية له في قبره. تقدم بوافر من الشكر والتقديم نيابة أسرة المرحوم السيد اللواء مصطفى حجاب. باسم السيد اللواء عبد الله حجاب السيد اللواء محمود محمد احمد حجاب الشيخ مصطفى حجاب والسيد الرائد محمد عبد الله حجاب السيد النقيب عبد الرحمن مصطفى حجاب وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا قدمونا بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم.
كل من شرفنا في هذه الليلة القرآنية المباركة. اسم جميع أسر وعائلة حجاب أبو الغيث يتقدمون بوافر من الشكر والتقدير لكل من شرفنا من محافظة القليوبية، محافظة الشرقية والقاهرة، لمن شرفنا من أهل الواجب في كل مكان. شاكر لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. شكرنا أيضا لصاحب مخازن الفراشة الحديثة والإنارة الذهبية والهندسة الإزائية والخدمة الفندقية. لهذا وذاك تحت إدارة الحاج محروس زوني وأولاده. قلنا هذه الليلة عبر التواصل الاجتماعي قناة المهندس أحمد الجعبري للحفلات الدينية. يا سادة الحضور الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا. شكر الله سعيكم جميعا.